بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله استكمالا لمقرر السيميكال أناليسيس نمبر 3، راح نتكلم إن شاء الله عن introduction chromatography spiration في المعمل، تقريبا المعمل السابع والثامن. في البداية تكلمنا عن الـ IR، وقلنا تكلمنا عن الـ IR spectroscopy، وقلنا وظيفة أو الـ function of IR spectroscopy يعطينا functional group. وتكلمنا عن الماس سبكتروسكوبي، وقلنا الفانكشن اوف ماس سبكتروسكوبي انه يعطينا الموليكولر ويت، ويعطينا عملية فراجمنتيشن للكومباوند، بمعنى عملية تكسير. ومن خلال عملية التكسير هذه نستطيع ان احنا نعرف عملية تحضير الدرايتس او تحضير الكومباوندز. وتكلمنا بعد ذلك عن الام ار، وتكلمنا عن تو تايبس اوف ام ار، دي بروتون ام ار وكربون 13 ام ار. ومن خلال كربون او بشكل جنرالي انه الام ار نستطيع من خلاله ان انا استطيع اعرف ايش المركب. اليوم راح نتكلم ان شاء الله عن الكروماتوغرافي، والغرض من الكروماتوغرافي بانواعه هو عملية سيبريشن اند عملية ايدنتيفيكيشن، بمعنى لو كان في معانا مكتشر من تو درايتس اور ثري درايتس اور مالتي درايتس، نستطيع من خلال عملية الكروماتوغرافي انه نعمل نفصل بين المواد. ايضا عملية ايدنتيفيكيشن عملية تعريف للمواد وماهية الدرايس الموجود معنا، لأنه في الغالب ما يكون جهاز الكروماتوغرافي مربوط بالدكتور، الدكتور هذا هو الذي يعمل عملية ايدنتيفيكيشن. وعملية الايدنتيفيكيشن في الكروماتوغرافي عملية سنسيتيفيتي عالية، السبب لأنه أحيانا تكون مرتبطة بالماس سبكتروسكوبي مثل الجي سي ماس الذي هو جهاز كروماتوغرافي بس ماس سبكتروسكوبي، وبالتالي يعطينا ريزلت يكون قيم أو نتائج بمنتهى الدقة. راح نتكلم اليوم إن شاء الله عن مقدمة عن الكروماتوغرافي، وإيش البرينسيبل والثيوريتيكال، أو إيش البداية لكلمة كروماتوغرافي. بالبداية the introduction of introduction to chromatography separation، كان هناك في عالم روسي وحضر أعجاب سحاحة ومليها بالكالسيوم كربونات، ومليها بالكالسيوم كربونات اللي هو الشوك، ثم جاب خلاصة بلانتس أو اللي نسميها بلانت بيجمنت الذي هي أصباغ لنباتات مستخلصة من الفارماكوجينوسي، أو عملية إكستراكشن أو إيزوليشن أو سيبريشن، وحصل على هذا البيجمنت وجابها ووضعها فوق الشوك اللي هو الكالسيوم كربونات اللي كما نتعرف إن شاء الله بالشرط الآن. ثم بعد ذلك جاب سولفنت، فلاحظ أول ما يصب السولفنت على البيجمنت أو البلانت بيجمنت وعلى الكالسيوم كربونات، انه الذي كان البلانت بيجمنت اللي كان لونها اخضر شاف انه ما هيش خضراء، وشاف انه لاحظ انه he observed the separation of colored zones، يعني ظهرت له مناطق محددة، يعني كل منطقة بكالر معين وكل منطقة لها رينج معين، فاتضح له انه اللون الاول في كل لون سماه هو عبارة عن زون، واتضح له الى انه هذه البلانت بيجمنتس، اتضح له انه البلانت بيجمنتس الذي عمل عملية تحضير لها او عملية اكستراكشن لها انها ليس لونها اخضر وانما هي عدة الوان كما هو الان موضح. فمن لي هنا هذا عبارة عن الشوك الابيض، هذا عبارة عن الشوك وهذه سحاحة، وموجود معنا اصبح معنا هنا منطقات الذي هي حقا المنطقة الذي وضعنا فيها البلانت بيجمنتس، فوجد انه البلانت بيجمنتس انقسمت الى عدة الوان بعد اضافة اليها السولفنت. طيب، فكل ما اضاف سولفنت ظهر لدينا لون جديد، وكل لون نشوفه هنا مثلا معنا جرين، معنا تقريبا بلو، معنا يلو، معنا بيربل تقريبا اورانج، كلها لها معنى. وراح ياخذ السولفنت من اسفل لانه صب السولفنت من اعلى، وفي البداية موجود معنا مثل ما تكلمنا الشوك،
وموجود معانا البلانت بيجمنت. فشاف انه هذه عملية سيبريشن، يعني فصل الذي هو عدة الوان ميكسر اوف كلرز الى الوان محددة. فلاحظوا انه السحاحة كأنها قلم، وكل مرة يخرج لنا من نهاية السحاحة يخرج لنا كلر. فشاف انه كلمة كروماتوجراف، كروما معناتها كلر بس باللاتيني او الجريك لانجويج تعني كلر، وجرافي معناته يكتب، وكأنها الذي يكتب اللون، وكأنه يعني يكتب اللون، وكأنه قلم ويكتب ألوان. يعني الحين يكتب لون أصفر، ومرة ثانية ينزل اللون الآخر أحمر، وبعدين ينزل البرتقالي، وبعدين ينزل الفضي وكذا. فسماها كروماتوجرافي. فهذا مصطلح كروماتوجرافي ومبدأه من وين. فشافه بالبداية، نفترض أن هذا الشوك الذي موجود معنا، هذا الشوك وهذه البلانت بيجمنتس الذي لونها هنا الآن لون برتقالي، وأنا أضيف عليها ملتي دروبس أوف سولفنت. ففي البداية اللون لا زال كما هو، لكن بإضافة اللون، بإضافة ملتي أوف سولفنت، شاف إنه اللون اللي كان لون برتقالي انقسم إلى قسمين، لون أحمر ولون أصفر. وشاف إنه، لاحظوا انه اللون الاحمر تحت واللون الاصفر فوق، وهذه راح نفسرها باضافة كميات من السولفنت، كميات اكثر من السولفنت. اتضح انه اللون الاحمر مشي بسريع ولهذا هو اسفل، واللون الاصفر لسه فوق، يعني لسه بطيء بالمشي حقه. فدعونا هذه الظواهر او الفينومنا راح نفسرها. How can you explain this phenomena؟ فهذه الآلية. فالآن معانا تم تطوير هذه الكروماتوغرافي وهذه الأشياء، وتم تفسيرها مسبقا من لاحقا من بعض علماء، وظهر لدينا أنه أحيانا الآن السولفنت قد يكون تو تايبس، قد يكون السولفنت ليكويد، وبالتالي ظهر لدينا ليكويد كروماتوغرافي والذي نرمز لها بال LC، أو قد يكون السولفنت جاز، يعني قد يكون السولفنت جاز، وبالتالي جاز كروماتوغرافي والذي نرمز لها abbreviation of GC. فالكروماتوغرافي الآن إذا كان حسب نوعية السولفنت نسميها جاز كروماتوغرافي أو ليكويد كروماتوغرافي. فلدينا الآن عدة أنواع من الكروماتوغرافي، لدينا عدة أنواع من الكروماتوغرافي. إما ليكويد كروماتوغرافي، أعتذر إنه الصورة مش واضح، ليكويد كروماتوغرافي ورمزناها بال LC، أو جاز كروماتوغرافي GC، أو سوبر كريتيكال فلويد الذي الحالة السادسة من حالات الستيت، لأنه سألت مرة how many states of matter and what's the state of matter. حالات المادة 6 states of matter اللي هو ليكويد state، جاز state، solid state، بلازما state، liquid crystal state الذي هي fifth state، six states الذي super critical fluid والذي حالة وسطية بين الليكويد والجاز. فأصبح معانا الآن حسب نوعية السولفنت نقسمها إلى قسمين، الكروماتوغرافي liquid chromatography أو جاز chromatography أو super critical fluid والذين نرمز لها بالـ SFC. طيب الآن نيجي الآن لأسماء مصطلحات جديدة. السولفنت الموجود معانا مش راح نسميه سولفنت، راح نسميه بالموبل فيز، راح نسميه بالموبل فيز. بينما الشوك اللي سميناه، اللي قلنا بالتجربة حقنا الشوك طباشير، راح نسميه بالستيشنري فيز أو التطور الصلب. اللي حقنا البلانت بيجمنتس راح نسميها أنالايت. وبالتالي الآن معانا 3 أكسس، 3 محاور نتكلم عنها: الموبيل فيز الذي هو السولفنت، والستيشنري فيز الذي كان معنا الشوك كالسيوم كربونات، والبلانت بيجمنتس اللي سميناها بالأنالايت. الآن نتكلم عنها.
هذا التقسيم الأول أكلود إنتو نيتشر، هذا إعادة للجدول، إما تقسيم حسب نوعية السولفنت أي حسب نوعية الموبيل فيز، إلى ليكويد كروماتوغرافي رمزنا لها بالإل سي، جاز كروماتوغرافي جي سي، سوبر كريتيكال فلويد كروماتوغرافي سي اف سي. هذا بالنسبة للتقسيم حسب نوعية السولفنت أو الموبيل فيز. في تقسيم آخر حسب نوعية، لو كنا نشتغل بالمعمل على كولوم يعني على سحاحة، نسميها بالآلية كولوم كروماتوغرافي، تمام؟ يعني بمعنى إذا كان الفصل على سحاحة أو كولوم نسميها بالفصل كولوم كروماتوغرافي، إذا كان الفصل على سطح أو على ورقة نسمع إن شاء الله نجرب التجربة نسميها بلانر كروماتوغرافي، أوكي؟ وفي تقسيم آخر راح نتكلم عليه إن شاء الله. فعمليا الآن وصف عام general description of chromatography، نتكلم عنه من ناحية، تكلمنا إحنا عن من ناحية إنه يكون معنا mobile phase الذي تكلمنا عنه هو عبارة عن solvent، وستيشنري فيس الذي هو عبارة عن الكالسيوم كربونيت الذي هو الشوك الطباشير، والبلانت بيجمنتس الذي هي عبارة عن الأنالايت. لكن أحيانا ممكن إن أنا أسمي الموبيل فيز الذي هو السولفنت أحيانا أسميه بالإليوانت، وأسمي الآلية بشكل عام إليوانت كروماتوغرافي، وراح نتطرق إلى هذا الشيء. لكن الآن هذا التقسيم حسب نوعية الموبيل فيز او حسب نوعية السولفنت. لو اتينا الى الشوك، ما هوش الزامي دائما يكون شوك او كالسيوم كربونيت، احيانا يكون سيليكا جيل، واحد يعني بمعنى انه الكالسيوم كربونيت او الستيشنري فيز دائما يكون سوليد، لا مش دائما يكون سوليد، فقد يكون اما سوليد اور اميسبل ستيشنري فيز، يعني يكون ليكويد بس مش راح يمتزج محل السولفنت او الموبيل فيز، لانه لو امتزج معاه معناته راح يخرجوا مع بعض من الكولوم، وبالتالي احنا نشترط الى انه يكون هون الستيشنري فيز اما سوليد او اميسبل ستيشنري فيز، يعني اما سوليد او ليكويد، بس شرط الليكويد هذا انه يكون اميسبل بحيث انه ما يمرش يمشي معانا، يعني لانه هيكون في الكاركترستيك of stationary phase and mobile phase تقريبا 100%، وبالتالي راح يمروا مع بعض. بمعنى لو جبت لك وقلت لك ال stationary phase ممكن يكون miscible مع ال mobile phase، إذا رونج، الإجابة خاطئة، خطأ، وإنما immiscible يعني مش راح يمتزج معه. طيب تكلمنا بعد ذلك عن ال stationary phase. طيب الآن لو رجعنا إلى المسألة، لو رجعنا إلى حقن الشكل الديجرام أو الكولوم، راح نشوف إنه الذي البيجمنتس الذي لونها ريد راح تمشي سريع، بينما اليالو تمشي بطيء، وبالتالي هذه بنهاية الآن لو استمرت فترة راح يمشي سريع، بمعنى إنه اللون الأحمر مدة بقائه أو زمن بقائه في الكولوم قليل، بينما الأصفر راح يتأخر. طيب ليش؟ أو قبل ما نجاوب على السؤال هذا، إيش معنى زمن بقائه قليل في الكولوم والثاني زمن بقائه كثير؟ الزمن بقاء المادة على الكالسيوم كربونيت أو بمعنى أعم جنرالي على الستيشنري فيز نسميه ريتنشن تايم، ريتنشن تايم. فمعنى مصطلح الآن ريتنشن تايم، what does it mean retention time؟ retention time مدة بقاء الأنالايت على الستيشنري فيز، على الستيشنري فيز. فهناك مواد يعني نفس الأحمر، نفس اللون الأحمر الكلر ريد كلر، شوفوا إنه يمشي سريع، بمعنى إنه بقاءه على الكالسيوم كربونيت على الستيشنري فيز قليل، وبالتالي نقول لديه retention time قليل، بينما الأصفر يمشي قليل قليل، وبالتالي مدة بقائه في الكولوم أو على على الكالسيوم كربونيت أو على الستيشنري فيز عالي، وبالتالي لديه ريتنشن تايم عالي. طيب
طيب ايش معنى الاصفر؟ ايش معنى اللون الاصفر كان فوق واللون الاحمر كان تحت؟ بمعنى اخر، ليش الاحمر يمشي سريع والاصفر يمشي بطيء؟ الان ندرس مصطلحات. يعني انا لما احب، انا تكلمت على بهذا المثال، لما احب شخص راح اظل معاه، لما احب الشخص معين مش راح اظل معاه. يعني بمعنى اخر، لو رجعنا لحقنا الكولوم، احنا قلنا معنا ثري اكسس. الاكسس الاول عبارة عن الكالسيوم كربونيت الذي هو سميناه بالستيشنري فيز، ومعانا السولفنت الذي سميناه بالموبيل فيز، ومعانا الانالايت. فالانالايت هي التي تتحرك، فاما الانالايت فاما الانالايت تحب الموبيل فيس او الستيشنري فيس. فاذا كانت تحب الموبيل فيس راح تمشي معاه، وبالتالي راح تمشي معاه، وبالتالي راح تمشي سريع، وبالتالي راح تخرج من الكولوم سريع، بمعنى راح يكون لها ريتنشن تايم قليل. بينما اذا كانت الانالايت حقنا ما تحبش الموبيل فيس، راح تمشي معاه، راح تمشي ببطء مثل اليلو كلر، وبالتالي راح تظل في الاستيشنري فيس، وبالتالي زمن بقاها بالاستيشنري فيس عالي، بمعنى لها ريتنشن تايم عالي. طيب لكن كفارمسي ايش معنى يحب ما يحب؟ معناته في كاركترستيك، او في ابروكسيميتلي كاركترستيك بين ستيشنري فيس والموبيل فيس والانالايت. بمعنى اخر، هناك خواص او خصائص مشتركه بين الموبيل فيس والستيشنري فيس والانالايت. بمعنى إذا كانت المادة بولاريتي قطبية، إذا كانت المادة قطبية، نفترض إنه الموبيل فيس معانا قطبي والستيشنري فيس قطبي، يعني غير قطبي نان بولر، والأنالايت قطبي بولر. إذا وإحنا لدينا القاعدة لايك ديزولف لايك، إذا الستيشنري إذا الأنالايت حقيقي مش راح تظل على الستيشنري فيس، وبالتالي راح تمشي سريع، لانه خصائص الانالايت، خصائص حق البلانت بيجمنتس، نفس خصائص الموبيل فيس، بمعنى خصائص هذيك بولر وهذيك بولر، وبالتالي راح يحدث بينهم عملية اللايت ديسولف لايت، وبالتالي راح تمشي سريع، الذي تكلمنا عنه الريد كلر. بمعنى اخر، اذا الريد كلر خصائصه متفقة مع خصائص الموبيل فيس تقريبا، بمعنى خصائصه، نفترض ان هذا بولر وهذا بولر، الموبيل فيس بولر او الموبيل فيس بولر والانالايت حقي بولر. بينما اذا كانت خصائصه ديفرنس بتوين ذيم، مش راح يمشي زري الذي نفس اليلو كلر. بمعنى اخر، اليلو كلر خصائصه متقاربه الى حد كثير مع خصائص الستيشن فيس، بمعنى نان بولر مع نان بولر، او بولر مع بولر. الان اذا كان، نفترض اذا كان معانا هذا الكلام اللي تكلمنا عنه، وفي قطبية بولاريتي ونان بولاريتي، في مصطلح الآن اسمه differential migration. احنا تكلمنا مسبقا، قلنا ان المواد اذا كان مثلا موبيل، اذا كان الموبيل فيس بولر والستيشنري فيس بولر نان بولر، الانالايت حقي بولر، اذا الانالايت بولر والموبيل فيز بولر، اذا راح تمشي سريع، اذا تحب خواص الموبيل فيز، وبالتالي راح تمشي معاه. بينما اذا كان العكس، اذا كان حقي الانالايت نان بولر والستيشنري فيز نان بولر، اذا نان بولر مع نان بولر، انالايت مع ستيشنري فيز تحب مع بعض، وبالتالي راح تظل مع بعض وتجلس، وبالتالي زمن بقاها على الستيشنري فيز عالي، بمعنى زمن بقى خروجها من العمود قليل، يعني هيكون عليه كثير، بمعنى الريتنشن تايم لها كبير. لكن بالحقيقة مش كل المواد بولر ونون بولر، يعني في مواد أو الأنالايت حقا جزء، يعني سيمو بولر، مش كلها بولاريتي إلى 100%، وليست نون بولاريتي 100%. وهذا مصطلح الديفرنشيال مايجريشن، الهجرة التفاضلية. فإذا كان والله
تفضل الانالايت حقي الموبل فيس، راح تمشي مع الموبل فيس. لكن اذا كان مش راح تفضل الموبل فيس، مش راح تمشي مع الموبل فيس. راح نعيد المثال بعد قليل. احنا تكلمنا عن اليوانت، وقلنا انه الموبل فيس ممكن نسميه باليوانت، وبالتالي الآلية كانت اليويشن كروماتوغرافي. الآن مثل تمثيل على الكولوم، نفترض أن هذا معنى الكولوم، وقلنا حقا البلانت بيجمنتس لونها أخضر جرين، جرين كلر. فهذا في بداية ما أضع هذا كله، نفترض أن هذا الستيشنري فيس الذي هو الكالسيوم كربونيت، ولدينا الآن نصب السولفنت الذي هو الموبيل فيس. ففي البداية قبل أن نصب لونه أخضر، لما صبينا عند زمن تي ريتنشن تايم واحد، بدأ اللون الانالايت، بدأ حق الانالايت تحت عملية سيبريشن، فانفصل إلى لونين. لكن لاحظوا أن اللونين لازالوا مع بعض، معنى لم ينفصلوا. وبإضافة سولفنت عند تي 2 الذي ريتنشن تايم 2، أصبح معنا اللون الأزرق في جهة واللون الأحمر. طيب ليش اللون الأحمر؟ ليش اللون الأحمر هنا واللون الأزرق هنا؟ السبب هو إنه اللون الأحمر خصائص البروبرتيز أو الكاركترستيك أوف أنا أوف ريد كلر مطابقة إلى حد ما مع خصائص الموبيل فيكس، وبالتالي مشي سريع، وبالتالي لها ريتنشن تايم قليل. بينما الأزرق البلو كلر الكاركترستيك اوف بلو كلر از ذا سيم اوف ستيشنري فيس، وبالتالي يتاخر، بمعنى ريتنشن تايم معه هاي ريتنشن تايم. باضافه كميات سولفنت اكثر واكثر، لاحظ انه انفصل الريد عن البلو. باضافه كميات اخر، خلاص خرج من الكولو، خرج اللون الاحمر يخرج من الكولو واللون الازرق يخرج، وبالتالي عملنا عمليه فصل. الان معنا مالتي كويشن. في البداية شوفوا الآن الإيديا، مساحة الإيديا هذه أو البراود كانت قليل، بينما هنا أكبر، هنا أكبر، هنا أكبر. هذا فيرست كويشن. طيب واي؟ في السكند كويشن كان هنا المساحة، أي كان هنا اللون الأحمر مرتبط باللون الأزرق، بينما هنا بزيادة التايم ريتنشن تايم انفصل اللون الاحمر عن اللون، اي بمعنى اصبح بيننا ديستانس بين الريد كلر مع البلو كلر. بينما عند الريتنشن تايم 4 اصبح المسافه اكبر بين الريد كلر والبلو كلر. طيب واي؟ السؤال الثالث، ايش معنى عند التي 2 انه في الوسط كان لون اسود؟ اللون اسود هنا كمان كذلك، لون اسود، لون اسود، لون أسود، لون أسود. First question أو first answer، أنت الزمن retention time واحد كان البلو كلر مع الريد كلر عبارة عن نيكسين مختلط، وبالتالي مش راح نفصل عند ال T1، ننتظر نضيف solvent حتى يحدث فصل. عند T2 لا زال فيهم مشترك، لا زال مرتبطين الريد كلر مع البلو كلر، وبالتالي مش راح نفصل عند T2. بينما عند T3 صحيح أصبح الريتنشن، صحيح أصبح بينهم ديستانس بين الريد كلر والبلو كلر، لكن مسافة قليلة، يعني ممكن يحدث نتيجة عمل عشوائي، ممكن يحدث ميكسين. بينما عند T4 أصبح معنا هاي ديستانس بين الريد كلر والبلو كلر، وأصبح أننا أستطيع أن نحصل على البلو كلر بنسبة 100% والريد كلر بنسبة 100%. طيب ايش معنى البرود؟ ليش توسع؟ ليش توسع هنا؟ اصبح هنا قليل، هنا اصبح اكبر، هنا اكبر، وهنا اكبر. البرود باند لانه انا اضيف سولفنت، لانه انا لسه عند تي 1 اضفت قليل سولفنت، عند تي 2 اضفت قليل سولفنت، زيدت هنا، زيدت اكثر، وهنا زيدت اكثر واكثر. فكل ما زيدت هنا
هنا في البداية يحدث عملية سبريد، انتشار للصوت، انتشار للسولفنت، وبالتالي تنتقل من هاي كونسنتريشن الانالايت حقي، يحدث عملية سبريد، فتنتقل من هاي كونسنتريشن اللي هو التركيز عالي بالمنتصف الى لو كونسنتريشن عند الاطراف. السبب ليش يحدث انه ليش تركيز عالي عند الوسط تركيز قليل، لانه الموليكيوز لديها في لوكوستي سرعه في الوسطي مختلفه، اذا معنى دول الموليكيوز لديها في الوسطي مختلفه، بينما هنا اصبح استضفنا السولفنت اكثر، وبالتالي حدث انتشار سبريد اكثر، هنا اصبح بالسبريد اكثر. الان احنا تكلمنا على انه التركيز بالمنتصف عالي، ركزوا معنا ان التركيز بالمنتصف عالي، فهذا كله عن الريتنشن تايم، هذا اللي تكلمنا عنه كامل. الان لحظه تكلمنا عنه كامل، نجي الان في البدايه، في بدايه السولفنت عدو الان الانالايت حقي في top of the column، في قمه العمود، لسه اللونين منفصلينش، بمعنى الوان البيكات لا زالت مندمجه مع بعض، بينما عند ريتنشن تايم، هاي ريتنشن تايم، اصبح البلو كلر في جهه والريد كلر في جهه، بمعنى نحصل على بيكات كل بيك لوحده، فالجهاز يعطينا شارت ويعطينا دايجرام between retention time و signal. signal هذه قد تكون absorbance، قد تكون transmissance، قد تكون refractive index، قد تكون fluorescence، حسب الدكتور الموجود معي المرتبط بالجهاز. بمعنى عند retention time هنا، عند retention time هنا مش راح افصل، ليش؟ لانه لا زالت البيكات مندمجة مع بعض، بمعنى لا زال الكلر الريد كلر مع البلو كلر ميكسين. لكن عند ريتنشن تايم هون، عند ريتنشن تايم هنا، استطيع احصل على الريد كلر بنسبة 100%، يعني بمعنى لو كان معي بليت او كان معي كولوم او كان معي كاس، احصل على البلو كلر بكاس واعطي كاس ثاني واعبي الريد كلر، لانه ظهر معنا تو بيكس. هذه الحالة شوف الفصل هنا بنسبة 100%، لكن هنا ما حدث فصل لكن نسبة قليل بالمئة، لأن البيكات لا زالت مداخلة انترفيس بتوين بيكس، أو موجود معنا اوفرلاب بتوين بيكس، بينما هنا أصبح البيكات بنسبة 100%، يعني أصبح الفصل هنا القاع 100%. هذه الحالة نسميها إحنا baseline resolution، baseline resolution، وإحنا راح نتكلم عن عملية resolution إن شاء الله لاحقا. طيب عملية الآن الريليشنشيب بين التنشن تايم والسيجنال، نسمي هذه العملية عملية كروموتوجرام، أو الدايجرام هذا نسموه كروموتوجرام. إذا what does mean كروموتوجرام؟ عبارة عن relationship between التنشن تايم والسيجنال. السيجنال قد تكون absorbance أو قد تكون fluorescence أو قد تكون refractive index مع الريتنشن تايم in the of solute إن كروماتوغرافي كولوم انترز كروماتوغرافي. طيب الآن إحنا تعرفنا على إنه الريتنشن تايم، طيب وكل مادة لها ريتنشن تايم محدد، بمعنى لو كان معنا، لو افترضنا هذه المادة البلو كلر عبارة عن كوكايين، وافترضنا إنه الريد كلر عبارة عن هيروين، فالهيروين نفترض يعني لما يحدث عملية سيبريشن بتوين ذيم، الهيروين نفترض انه يطلع بهذا هنا والكوكايين يطلع هنا، او العكس الريد البلو كلر هذا، بينما البلو كلر هذا، بينما الريد كلر هذا البيك، وكل بيك يعني كل مادة او كل ماتيريال او كل دراج لها ريتنشن تايم محدد. اذا تظهر هنا بيك هنا ريتنشن تايم محدد، نقول هذا الريتنشن تايم مثلا 3.5 سكند، من هذا 3.5 سكند مثلا حق الكوكايين، هنا 3 سكند، اذا هذا حق الهيروين، عند 2.5 سكند اذا هذا حق الباراسيتامول، عند 6.5 سكند اذا هذا حق الترامادول، وهو ها وكذا.
طيب الآن معنات هذا إنه من خلال الكروماتوغرافي استطعنا ان احنا نعمل عملية qualitative analysis or qualitative test، يعني فحص كيفي كمي كيفي، ان انا اعرف كم كي ماهية المادة، what the drug mixture. اذا عرفنا what the drug mixture خلال الـ retention time. لكن الآن I will give you question، هل يوجد لدينا two drugs or two organic compounds لديهم نفس the same retention time؟ بالطبع، يعني بالمعقول ممكن انه يكون معنا two drugs لديهم نفس retention time. اذا الآن يحدث معنا overlap between مصطلحين، يعني ممكن انه two drugs لديهم نفس retention time، وبالتالي مش راح نعتمد هذه exactly لأن qualitative إلا إذا كان السيجنال ماس سبيكترو، إذا كان السيجنال مرتبط أو كان الكروماتوغرافي مرتبط بالماس سبيكتروسكوبي، لأنه جهاز الماس سبيكتروسكوبي يعطيك إشارة ستراكشر أو يعطيك إشارة مركب بشكل عام، ويعطيك الفراجمنتيشن حقه، ومن خلال الفراجمنتيشن تستطيع تعرف إشارة مركب. وبالتالي هنا نستطيع نقول إنه إذا كان الكروماتوغرافي مرتبط الماس سبيكتروسكوبي أو كان الدكتور يعبر عن ماس سبيكتروسكوبي، إذا الآن نعتبر qualitative analysis يعطينا المركب بشكل نهائي، أو إذا كان مرتبط بالـ IR spectroscopy. إذا كان الكروماتوغرافي مرتبط بالـ IR spectroscopy أو الـ NMR spectroscopy ممكن إنه يعطينا إيش، لأنه من خلال الـ NMR أستطيع أعرف إيش الـ structure، وبالتالي حدد الـ qualitative، بمعنى إنه حدد عملية separation وبنفس الوقت حدد عملية identification للـ compound أو الـ drugs. بعدين الآن تكلمنا عن عملية qualitative analysis. طيب ماذا عن ال quantitative analysis or quantitative test؟ بمعنى هل ممكن الكروماتوغرافي يعطينا concentration or what's the concentration of ال A and B؟ هل ممكن نفصل بين A و B أو كم تركيز A و B؟ الآن لدينا two methods to determination of unknown drugs or unknown organic compounds of concentration. من خلال concentration كيف أعرف؟ أول طريقة الـ area under the peak، مساحة الـ area under the peak، المساحة تحت المنحنى تدل على الـ concentration. طبعاً إحنا عارفين من طرق معرفة الـ concentration، تكلمنا عن الـ UV spectroscopy واستخدمنا جهاز الـ UV spectroscopy الـ 1 beam، وقلنا إنه يعطينا الـ absorbance والـ percent transmittance، ومن خلال الابسوربانس اعرف الكونسنتريشن من خلال قانون بيرز لو لامبرت بير لامبرت لو، وبالتالي نستطيع. لكن معنا السكند ميثودز عن طريق الكروماتوغرافي الذي من خلال الاريا اندر ذا بيك، بمعنى المساحه تحت المنحنى تحسب من عن طريق التكامل او الجهاز دايركتلي يحسبها، وبالتالي تعبر عن الكونسنتريشن. ايضا الـ height of the peak، ارتفاع الـ peak يدل على الـ concentration، بمعنى لو كان معنا peak هنا طويل و peak قصير، الـ peak الطويل معناته high concentration عالي، بينما الـ peak القصير high concentration قليل، بمعنى low concentration، بينما ذاك high concentration. تكلمنا عن under the قلنا الـ area under the peak، chromatography usually relationship of solid تدلنا على التركيز، تمام؟ و retention time of the solid and chromatography properties of the وتدلنا قلنا لكم retention time يدلنا على ايش هي المادة، لكن مش هي exactly الا اذا كان مرتبطة بالدكتور، وكان هذا الدكتور يعطينا ايش هي المادة مثل الماس سبكتروسكوبي ولا انمار سبكتروسكوبي، ايضا نفس الـ IR سبكتروسكوبي يعطينا ايش الفانكشن جوب الموجودة في هذا المركب. طيب تكلمنا، راح اوقف التسجيل هنا.